بحضور سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، اختتمت فعاليات مسابقة اختيار أفضل تصميم لمركز شريفة كانو للفنون. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الأشغال أن مركز شريفة كانو للفنون يمثل امتدادا لدعم عائلة كانو للحركة الفنية والثقافية والاجتماعية في مملكة البحرين. بهدف احتواء الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، تأتي الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص في إنشاء مركز شريفة كانو للفنون لاكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية في مجالات الفنون المختلفة. حرصنا دائما ان في المشاريع الكبيره والمشاريع اللي تمس الشباب ان احنا شلون نوصل للشباب وشلون نبين ان احنا نثق بالشباب وقدرات الشباب، ان فعلا التصميم واداره المركز وكل شيء يخص المركز يكون من الشباب. فعملنا مسابقه فتحنا المجال لكل الشباب سواء كافراد او مجموعات ان هم يشاركون يقدمون شنو تصورهم بالنسبه للمركز، نشوف ابداعاتهم، وامانه هم يعني فاجئونا. فالحمد لله هذه هدية من الشباب للشباب، هذه دليل على إبداعات الشباب، هذه دليل أن إحنا لو نثق بالشباب نوصل المستحيل إن شاء الله. وطبعاً اليوم إحنا جايين حق تدشين هذه الفكرة، فكرة مركز شريفة كانو للفنون اللي هي تعتبر تقريباً يعني من أوائل الأفكار في هذا الجانب في مملكة البحرين، اللي راح إن شاء الله تغطي الكثير من الجوانب الفنية في مكان واحد طوال السنة. احنا في البحرين يمكن عندنا مراكز تقدم انشطه للشباب، ولكن يمكن مقتصره على فترات الصيف او فترات الاجازات، ولكن هذا المركز ان شاء الله راح يقدم خدماته لتنميه مواهب وصقل المهارات اللي موجوده عندهم من خلال الامور اللي راح يتعلمونها في هذا المركز. عدد من الشباب دخلوا في دائره المنافسه بافكار وتصاميم مبتكره وخلاقه تتناسب مع تطلعات الشباب ورغباتهم، وجاءت فكرة إشراك الشباب في تصميم تفاصيل هذا المبنى فرصة للمساهمة في هذا المركز باعتبارهم الأقدر على توصيف احتياجاتهم، فهذا المركز سيكون من الشباب وإلى الشباب. بغى وايد مهمة تعطي شباب البحرين فرصة قيمة إن يثبتون إبداعهم ويخدمون عامة شباب البحرين. بعد احنا البحرينيين انا دائما اقول ان فينا يعني ابداع، وبس نحتاج ان احد يعطينا هالفرصه. فحبيت اشكر كل الجهات اللي نظمت هالمسابقه. بدايه المشروع زرنا الارض وبحثنا عنها، وتعلمنا عن تاريخها انها كانت على الساحل الاساسي في البسيتين، فكانوا رجال الحي يتلاقون فيها ويتنزهون، فحبينا ان هالشيء يتواصل في المشروع. فلهالسبب خلينا مثلا المسجد والمقهى يكونون في واجهة المشروع، فيعني المشروع يخدم الشباب بس يعزم بعد عامة المجتمع عشان يدخل يتعلم عن اللي قاعد يصير في هالمبنى. تركنا في هاي المسابقة لأن هي تتيح الفرصة عشان أن الشباب تطلع إبداعها في مجال الهندسة المعمارية بما أنه هو تصميمنا، فهاي المسابقة أتاحت لنا الفرصة أن احنا نطلع إبداعنا في هذه البارت. وفي النهاية طبعا احنا وايد فرحانين بالفوز، وإن شاء الله ما تكون هاي آخر مشاركة لنا في مسابقات اللي تكون هي تخدم البحرين. المشروع كان جدا بسيط وفي نفس الوقت كان مبتكر وكان في حس الإبداع في المشروع. طبعا ركزنا من الناحية الإبداعية في المشروع من ناحية الإضاءات، التصميم الخارجي، وركزنا طبعا حتى على التصميم الحديقة من خارج لاندسكيب، خلينا يكون في حس الإبداعي والشبابي من ناحية الألوان، من ناحية التنوع في اللاندسكيب. يأتي مشروع مركز شريفة كانو للفنون كدليل حي على الشراكة البناءة بين كافة الأطراف ليسهم في توفير بيئة ملائمة لاحتضان المواهب الشابة وتنمية مهاراتهم الفنية وتوجيه طاقاتهم الإبداعية بهدف تأهيل جيل متميز من الكوادر الفنية الشابة. تأتي فكرة إشراك الشباب في رسم ملامح مركز شريفة كانو للفنون
وتشجيعهم وتحفيزهم باختيار أفضل نموذج يعكس رؤية مستقبلية تلبي احتياجات المركز وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه ودوره في تعزيز البيئة الفنية والثقافية في مملكة البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.